يلا السلامة. نتكلم عن الأكاديمية الدولية للموسيقى، إلى ماذا تهدف؟ سيكون الافتتاح اليوم بحول نعم، الله، بسم اسمع. الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. اليوم الأكاديمية الدولية للموسيقى والرقص الجزائر ستفتح اليوم الساعة الرابعة. احنا متواجدين كما الحمى بين سوفيتال والمكتبة الوطنية. هذه الأكاديمية ستفتح أبوابها للأطفال صغار من 6 سنين إلى 17 سنة باش يتعلموا كل الآلات الموسيقية، منها الآلات الجيتار، البيانو، الكمانجا، الفلوت، آلة العود إلى آخره. وأيضا هذه الأكاديمية تفتتح أيضا للكبار، الناس الهاويين الهواة اللي يحبوا يتعلموا الموسيقى، وأيضا محترفين اللي نقدرون نساعدوهم في المهنة نتاعهم. محترفين أيضا. نعم. طيب الأكاديمية اليوم ستفتح أبوابها للمشاركة، وأكيد هناك شروط الالتحاق بالأكاديمية. قبل أن نتكلم عن شروط الالتحاق، نتكلم عن الأكاديمية، مقرها أين؟ قلت لك المقر نتاعها نعم، نعيد، تقريبا نذكر في الحمة في بين الحمى. السوفيتال والمكتبة ممتاز. الوطنية. سيشرف على الافتتاح من؟ احنا نكون التمام مع نعم. الاساتذه، نستقبل الجمهور الكريم اللي طيب يحب يجي مرحبا بيش، يشوف اولا الاكاديميه، يشوف كل الاقسام اللي متواجده، وايضا احنا باش الناس الجمهور باش يتكلموا مع الاساتذه باش نفهموا لهم طيب النمط البيداغوجي اللي راح نديروه في نتكلم الاكاديميه. عن النمط البيداغوجي نعم بالضبط، ونتكلم عن شروط الالتحاق. نعم شروط الالتحاق، الناس لازم يكونوا برك عندهم جديه في تعلم نتاع الموسيقى، باش برك يجوا خطره هكذا برك يتعلموا الموسيقى. احنا في هذه الأكاديمية راح نعطيو معناتها دروس في الموسيقى النظرية أيضاً اللي تساعد الطفل وتساعد الهواة باش يتعلموا الآلات الموسيقية. وهذه القواعد الموسيقى اللي راح نعطيوها معناتها تكون على تقنية بيداغوجية دولية. وأنا تقريباً 20 سنة كنت أستاذ في الخارج، أستاذ موسيقى في الخارج، وبالطبع تقريباً 20 سنة في الجزائر. معناتها كون كل هذه التجربة نتاعي كأستاذ، كمعلم، كمدرس في الموسيقى، وأيضاً كقائد جوق وفنان سلام اليونسكو، وجمعت كامل هذه الاشياء باش نفتح هذه الاكاديميه، باش نعطي هذا النمط الجديد، هو النمط ممتاز. البيداغوجي طيب اللي عنده بعد دولي. طيب مازال ما تكلمناش اكثر عن الشروط. مثلا انا حابه ننضم الى هذا الاكاديميه، خليني نعم. نقول لي كي وشنو هما شروط الالتحاق؟ يعني هل في هناك سن معين؟ هل تسجيل مجاني؟ الدراسه مجانيه؟ لا نعم. لا، هي ماشي دراسه مجانيه. نعم. احنا نستقبل الاطفال ونشوفوا اولا ان عندهم موهبه او لا في الموسيقى. كان عندهم تجربة في الموسيقى، احنا عندنا مستويات معينة ونتحدثوا معهم ونشوفوا الإمكانيات لازم التقنية يكونوا اللي عندهم. أطفال، ما يقدروش يكونوا كبار تاني. لا، يقدروا يكبروا. عادي. احنا من 6 ل 17 سنة الأطفال، ومن طيب 18 سنة الفوق يكون شباب ويكونوا ناس كبار. ماشي، راح نحضر درجة درجة. تفضلي. ملف، هناك ملف. بالطبع يكون نعم. ملف. هل هناك في فترة قبل ذلك للتسجيل؟ لا، ما فيش فترة. احنا حنفتحوا لها تسجيلات من افريل، ماي وجوان، نلتحقوا في الاكاديمية باش الناس يبداو يتعرفوا على الاكاديمية، ومن بعد يكونوا الاقسام واجدين من سبتمبر للموسم الجاي ان شاء الله. شحال فترة الدراسة؟ الدراسة هي 10 شهور، معناتها موسم كله كدراسة في كل المعاهد. بصح الناس باش يعرفوا كل هذه التفاصيل، احنا رانا حابين باش يجوا يتعرفوا في الاكاديمية، ماشي برك هكذا كيقول لك انا حاب غير نتعلم. باش لازم يشوفوا الاكاديمية اولا حاجة جديدة، وايضا يتكلموا مع الاساتذه. وهذه الاساتذه، الميزه نتاع الاساتذه نتاعنا، حنا نعطي لهم تربص باش نعلمهم كل هذه التقنيات البيداغوجيه اللي هي تقنيات انا قلت لك تحصلت عليها تقريبا 20 سنه وانا ندرس كما قلت. ويكون هذا التعليم نركز اكثر في الميدان النظري للموسيقى، وهذا هام جدا بالنسبه الينا. بالطبع صحيح. بالطبع يكونوا الالات الموسيقيه مصح، باش نعم. الطفل يعرف واش معناتها الموسيقى، لماذا راح يعمل الموسيقى الى اخره. طيب. وفي التكوين نتاعنا معناتها الاطفال راح يكونوا اوركسترا، وهذا ممكن يكون اول مره في الجزائر. ممتاز. اوركسترا للاطفال. ممتاز. اوركسترا للاطفال. وباش نكمل لك غير هذه نعم لو اكيد. سمحتي، هاد الاطفال في الاوركسترا راح يعملوا حفلات تربويه للاطفال وحد اخرين، الموسيقى من الطفل الى الطفل. الى الطفل. باش يكونوا هذوك الموسيقيين الاطفال يكونوا في الاوركسترا ان شاء الله يكونوا موسيقيين الغد، وفي الاطفال في الجمهور يكونوا جمهور الغد ان شاء الله. طيب. أكيد. نتكلم عن واقع هذه الأكاديميات في الجزائر. يعني خليني نقول هي نوعا ما مكاش للأسف الشديد، ما فيش زعما أكاديميات تكون الأطفال هواة، يعني فيما يخص استخدام الآلات الموسيقية ما إلى آخره. يعني هذه الأكاديمية بحد ذاتها كيف جاءتكم فكرة إنشائها؟ الحاجة الأولى لو سمحتي نصحح حاجة برك نعم صغيرة، فيه
مدارس موسيقيه في الجزائر متواجده في المعهد العالي للموسيقى، في المعهد العالي في الكونسرفاتوار. لا لا في ما كفيش اكاديميات. نعم انا اتكلم عن الاكاديميات، معهد في الكونسرفاتوار باش نعم. نقولوا احنا معناتها المهام نتاعنا راح يكون احنا نكونوا متواجدين باش نساعدوا ونضيفوا اشياء معناتها اللي راهو موجود. ما حاش نقول لك الاكاديميه تاعنا حاجه جديده، اللي حاجه الجديده فيها هي اكاديميه دوليه، لان الاساتذه ان شاء الله نعم. كي الفرصه راح تفتح لنا ان شاء الله نجيبوا اساتذه اجانب باش يقريوا. كوني انا فنان سلام قعدت في الخارج تقريبا 20 سنه، عندي معناتها ارتباطات مع معاهد مع اساتذه، هذوك الاساتذه راح نجيبهم. الان للاسف شديد ما نقدروش نجيبهم على ضعف الوضع الصحي، بصح حنا ممكن نعملوا معناتها نتكلموهم في الهاتف لي فيزيو كونفيرونس، نعملوا حفلات معاهم هكذاك على المباشر الى اخره. بصح الفكره تاعي هو انا تقريبا عندي 4 سنوات كنت حاب ندير هذه الاكاديميه. بصح العمل تاعي في الاوبرا كقائد جو خدمني الوقت كثير، وهذه جائحه تاع الكورونا خلتني نخمم نقول بليك الان ممكن راهو الحان الاوان باش نعطي كل الحاجات اللي تعلمتها نعطيها للاطفال، وبالنسبه لي حاجه تهمني كثير، لان عبر كل العام اللي درته كقائد جوق عملنا الكثير الحفلات التربويه تقريبا في الاوبرا وفي القطر الجزائري، عملت كثير هذه الحفلات التربويه. وانا نظن بلي الحفلات التربويه هامه جدا، واهميتها تكون اكثر كي تكون اوركسترا صغيره معناتها اوركسترا نتاع الاطفال اللي يعملوا هذه الحفلات. هو الهدف نتاعنا، هو الهدف. نعم ممتاز. اذا الاساتذه تكلمنا عن الاساتذه، نتكلم عن الدوره، قلت مده 10 اشهر نعم. كافيه عشر للشهاده نعم. اخذ الشهاده نعم. معتمده دوليا. نعم هي سي با اون فورماسيون ديبلومات، معناتها عندنا اتيستاسيون ماشي شهاده، شهاده مشاركه، شهاده مشاركه على النمط هذا الجديد نتاع البيداغوجي. هي باش نقول لكم الهدف الاول نتاعها التقنيه البيداغوجيه العاليه الدوليه، هذا هو الهدف نتاعها. معناتها الناس اللي حبوا يتعلموا الموسيقى بطريقه اكاديميه بطريقه مع كل التقنيات العالميه بالنسبه للبيداغوجيه، احنا ممكن نعطيو لهم هذا التعليم. وبالطبع احنا راح نديروا حفلات تربويه للاطفال، وايضا خصصنا جانب بالنسبه للاكاديميه باش نعملوا حفلات للاطفال عبر القطر الوطني مع الاوركسترا. احنا عندنا اوركسترا في الاكاديميه، اوركسترا محترفه اللي هي اوركسترا سيمفونيا لعاصمه الاكاديميه واسمها عاصمه، اللي تتجول راح تتجول باش تعمل ايضا حفلات ونعمل ربط بين الاداء الموسيقي والتعلم الموسيقي، باش نعرف لماذا نتعلم الموسيقى باش نكون في الاوركسترا، وما هو المهام الاوركسترا بالنسبه للجمهور باش يكتشفوا كل التقنيات نتاع الموسيقى، معناتها الموسيقى الجزائريه على التقنيه السيمفونيه، وايضا نعرفوا المؤلفين الاجانب والكبار طيب. منهم بيتهوفن موزار الى اخره كما رانا ناديو. طيب في متسائلين يتسالوا عن كم مره يعني الدراسه في الاسبوع، وايضا اسعار الدوره. نعم. الاسعار انا ما نعرفش كل الاسعار، خاطر كل واحد نعطيه له سعر على حسب وش يخير. وهذا اللي قلت لك مليح لو كان الناس يتكرموا ويجوا الاكاديميه، يشوفوا الاكاديميه، يتكلموا مع الاساتذه، ويكون عندهم كل المعلومات، تكون عندهم فكره، وهذاك الوقت نعطي لهم كل المعلومات بالنسبه لهذه النقطه. انا بالنسبه لي الطفل لازم يعمل مره واحده في الاسبوع، وفي ثلاث ساعات في الاسبوع، منهم ساعه ونص نظريات مع واش حنا نقولوها السولفاج، يتعلموا قواعد الموسيقى، وايضا نعملوا ساعه ونص نتاع الاله الموسيقيه، وعندهم مره في الشهر الاوركسترا او مجموعه صوتيه، وهذه هي ايضا الميزه اللي قلت لك نتاع الاكاديميه تاعنا. براتيك يعني. نعم نعم. الجانب التطبيقي. اذا كنا ذكرنا المكان، لانه امينه من جديد تسال على المكان وين جاي. المكان قلت لك هو بين السوفيتال سيليس بنادات نتاع السوفيتال في الدخله في الحامه غير قدام السوفيتال، تما كيما هما يقولوا له لو جي تي تاع سي ان جروب تاع لو اتش تي تي نتاع السياحه، تما رانا مفتوحين لتما ماشي بعد على المكتبه الوطنيه والسوفيتال. طيب. الساعه الرابعه، وبالطبع مع الناس يقدروا يجوا هكذاك، ما كاش دعوه بالضبط. ممتاز. مفتوحه اللي يحب يجي يتعرف. نعم. على اكاديميه الدوليه للموسيقى. اوقات الدراسه قلت انه لحد الان ما زال ما عملتش. لا الاوقات راهي باينه بالطبع، هو يوم الثلاثاء بعد الظهر لان الاطفال عندهم مدرسه. ممتاز. بالجمعه والسبت بالطبع، كل جمعه كل سبت. ممتاز. وايضا يكون في الايام الاخرى بصح بعد الدراسه ان شاء الله. ساعتين
ثلاث سوايع، ثلاث ساعات، ثلاث سوايع. وشبنطي انا حاجه يظهر لي بلي كل ساعات مليح باش الطفل ياخذ نظره مليحه على الموسيقى، ماشي غير ساعه برك ويخرى باش يتعلمها مليح. نعم ممتاز. اذا تكلمنا على الاوركسترا، الموسيقى، جانب اخر ايضا الرقص. نعم. انواع الرقص التي ستركزون عليها اكثر. نعم. يعني الرقص سيكون في مرحله ثانيه، احنا نبداو بتربصات جوان جويلي واوت ان شاء الله، ونفتح ان شاء الله المدرسه بالنسبه للرقص في سبتمبر. اولا يكون الرقص الجزائري، ويكون الرقص ايضا الكلاسيكي. طيب. وبعض الرقصات الاخرى المتنوعه منها فلامينكو الى اخره، هذاك بعد. نعم. في مرحله ثانيه راح نتكلموا عليها. نعم. ان شاء الله. نعم. اذا نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. ايضا باب مفتوح للجميع للمشاركه. اذا نعم. كان في عندك كلمه اخيره. نعم. الناس اللي يحبوا يتعرفوا الاشياء ايضا في هنا فيسبوك تاعي، الصفحه تاعي تاع فيسبوك هي مايسترو امين قويدر عاصمه، مايسترو امين قويدر عاصمه، وفيها رقم تليفون اللي يحب الناس يتصلوا بنا 077 20 35 99. ومرحبا بكم في اكاديميه الموسيقى. في عندك سيت؟ عندكم سيت مشاركه؟ ما عندناش سيت لحد الان، بصح كاين صفحه رسميه تاعي اللي هي. طيب. مايسترو امين قويدر عاصمه. طيب. كل المعلومات راه موجوده لتما، ومرحبا بكم. طيب. اليوم الساعه 4 الاكاديميه هنا بالجزائر العاصمه، بامكان اي شخص اخر في ولايه اخرى كيف ان يلتحق بالاكاديميه؟ احنا لحد الان نبداو بالجزائر. نعم. ان شاء الله، وان شاء الله الى ان تعمم، ان شاء الله تعمم ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا، بارك الله فيك، يعطيكم الصحه. امين قويدر مدير